ما كانوش كيخليوني انا كان يعني الام ديالي ما كانش بحال اللي كنقولوا انا يعني ما يمكنش انك تسمح في واحد الصناعه اللي كتدخل منها القوت ديالك وتمشي للرسم. والرسم طبيعه الحال كما كنقولوا حنا يعني صعيب انك تصور منه الفلوس. كنت كنمارس هذه الموهبه منذ الصغر، فطبيعه الحال ملي كيكون طفل صغير فكيزرع الله في واحد الموهبه يعني ما كيكونش عارفها هو، لان كيكون ديك الساعه يعني مازال صغير. فاللي اكتشف الموهبه ديالي هو الاب ديالي الله يرحمه، وكان كيدعمني كان كيشري لي الصباغه والمتارين باش انني نبدا. فمي كنت صغير يعني مريت بواحد المراحل اللي هما كثيره، بحيث انني كنت كيبانوا لي فنان وكنت نبغي نتانسبير منهم، بحيث كنت كنتبع شي برامج ديال الرسم. وكذلك يعني ديك الساعه كما كنقولوا يعني السوشيال ميديا كانت قليله، وقليل اللي كيكون عنده التليفون باش يتبع يعني الفنانين الكبار. ومريت بواحد المراحل اللي هما كثيره، بحيث انني كنت كنتعلم تدريجيا. واللي دعمني كذلك نوجه تحيه لواحد الاستاذه في التعليم الاولي، بحيث انني كنت كنرسم واحد اللوحات على الورق وكنديهم لها وكتشوفهم فكتشجعني. وديك التشجيعات ديالها كانوا في حد ذاتهم واحد الدافع معنوي بالنسبه ليا باش انني نزيد نبدع. كان بديت في كما كنقولوا في واحد الحومات في الدرب يعني مع ولاد الحومه، كنا كنجيروا الدروبه مثلا وكنرسموهم وكنديروا فيهم واحد الزهور واحد اللوحات. فالنوع ديال الرسم اللي كنبغي انايا، فما نكذبش عليك انا في الاول كنت كما كنقولوا مبرزط، يعني ما عارفش يعني شنو السيل اللي نقدر انني نتبعه. فمن بعد انني كما كنقولوا يعني شجعت راسي وحاولت انني نقلب على واحد السيل اللي باش نلقى فيه راسي، فلقيت راسي في الرسم الاستعراضي. فالرسم الاستعراضي كيخليك انك ترسم قدام الجمهور على المباشر، وكيخليك انك يعني تواصل معهم عن قرب، واخا كيكونوا في الاول بزاف ديال المشاكل، بحيث انك يعني كترسم بواحد الكارير ديالك، وبالاخص انت ملي كتكون واحد في البدايه ديالك فكتكون صعيبه يعني كيكون واحد الخطا اللي هو بسيط قدام الجمهور فبامكان يعني يدمرك. فالصعوبات اللي واجهتهم في المسيره ديالي هي من بعد ما توفى الوالد ديالي الله يرحمه، انا دابا عندي 33 عام. ففي ديك الوقت كانت عندي 18 سنة فاش توفى الوالد ديالي، وانا ورب الأسرة يعني توليت ديك المنصب ديال الأب ديالي. وفي واحد المرحلة اللي هي كنت مازال صغير، فكان عندي مصير واحد هو انني خصني نخدم على الإخوان ديالي اللي هما صغارين. فلقيت مشكلة، هذاك هو المشكل اللي لقيته، انني ما لقيتش كي ندير نمارس الموهبة ديالي. من بعد يعني كما كنقولوا دزنا ديك المرحلة هذه، والحمد لله يعني تدريجيا استطعت انني نولي الموهبة ديالي ونرسم فيها. وليت كنعتبرها ان يعني مدخل الرزق ديالي. كنرسم المدارس، كنرسم جداريات نزول على الطلب، كنرسم يعني قهاوي، كرسم يعني اللي كتجي كرسمها. ما ننساش انني يعني دوزت واحد المرحله اللي هي كذلك دوزت التكوين، باش التكوين في النقش على الخشب. ديك التكوين قريت فيه عامين تكنيسيان وشديت الدبلوم ديالي. فمن ديك التكوين شنو تعلمت التسطير هو اللي قدر زاد عاوني في الموهبه ديالي في الرسم. فما كانوش كيخليوني ما كان يعني الام ديالي ما كانش بحال اللي كنقولوا انا يعني ما يمكنش انك تسمح في واحد الصناعه اللي كتدخل منها القوت ديالك وتمشي للرسم. والرسم طبيعه الحال كما كنقولوا حنا يعني صعيب انك تصور منه الفلوس، سيتو انت الا ما كنتيش مثلا فنان كبير ولا كتصوب واحد اللوحات كبار وعندك شكون يشري من عندك وعندك هذه، فصعيبه بزاف. ولكن تدريجيا كما كنقولوا يعني قدرت نسمح في الصناعه التقليديه، ولكن باش بواحد المجهود اللي هو كبير، بحيث انني كنت كنشارك الاعمال ديالي في السوشيال ميديا وتعبت بزاف في مواقع السوشيال ميديا باش انني قدرت ندير البلاصه ديالي وقدرت انني نفرض راسي ونبين على الموهبه ديالي. فالطموح ديالي بحال اي طموح ديال شاب مغربي، انه يلقى الاستقرار، يلقى واحد الورشه اللي هي كبيره يخدم فيها،
نقدر نلقى واحد يعني نتمنى يعني ان تكون عنده واحد الورشه اللي هي كبيره نقري فيها الدراري هذا النوع ديال الرسم. هذا ما كاينش مدارس في العالم يعني هذا النوع ديال الرسم كيخلق معاك بالفطره وكيتعلموا الا اللي بنادم خصو يصبر بزاف. قلت لي ما لا انني ما نقدرش نعلم الدراري صغار هذا النوع ديال الرسم يرسموا حتى هما. طبيعة الحال يكون عندك واحد المدخول مستقر اللي تقدر تزيد في الطموحات ديالك وتزيد بحال دابا في الاراده ديالك بانك تزيد ترسم وتوصل.